متعارف به بين الناس، له ضوابط معروفة لدى الفقهاء، ونهى الإسلام عن كل ما يؤدي للصراع ولو بالكلام، فقال الله جل وعلا: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. فحرية الاعتقاد ممنوحة لكل أحد، أما حرية الأعمال فهي محددة وفق ضوابط الشريعة ووفق ضوابط قوانين كل بلد. أشكر جميع المتدخلين وأخص بالشكر الأستاذة زهرة الصنهاجي على كلمتها، وحقيقة والشكر موصول لجميع. شكرا جزيلا.